بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جانوس إيدر رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جانوس إيدر رئيس هنغاريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنين لفخامته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني. اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم مع رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني. كما اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مع الفريق الحكومي المكلف بالتنسيق مع مجلس الأمة بخصوص الأولويات المشتركة بين المجلس والحكومة، وهم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور رولا دشتي، ووزير المواصلات عيسى الكندري. استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سفير المملكة المتحدة لدى البلاد فرانك بيكر، حيث بحث معه سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بوي كوك ترونغ، حيث سلمه رسالة خطية من وزير خارجية فيتنام تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل توطيدها. تسلم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم نسخة من اعتماد سفير جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الجديد لدى دولة الكويت. بدأ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف أولى جولاته التفقدية للمناطق التعليمية كل على حدة ابتداء بمنطقة العاصمة التعليمية. أكد الوزير على حرص الوزارة على استكمال المدارس كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة، إضافة إلى النظر في النواقص التي تواجه المناطق التعليمية المختلفة لضمان انطلاق عام دراسي جديد. ومن جهة ثانية أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف إلغاء القرار المتعلق بفصل الطالب عن ولي أمره المعلم في المدرسة الواحدة، وذلك تنفيذا واحتراما لحكم السلطة القضائية. قال الحجرف إن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي قرار لمصلحة الطلبة والمنظومة التربوية في ظل تمسك الوزارة بمرئياتها التعليمية وأيضا الفنية. نهدف من هذه الجولة طبعا هي استكمال لسلسلة من الاجتماعات والتحضيرات والاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي. اليوم يفصلنا عن بدء العام الدراسي تقريبا أقل من شهر، وبالتالي بحاجة إلى أن نقف على استعدادات كل منطقة تعليمية على حدة. تعرفون المناطق التعليمية متسعة في الرقعة الجغرافية وتتباين في عدد المدارس وأيضا عدد الطلبة في كل منطقة تعليمية، وبالتالي احتياجاتها قد تكون مختلفة. نهدف إن شاء الله إلى الوقوف على هذه الاحتياجات، وأيضا أن نرى في عيوننا ما بعض من مواقع المدارس التي نسعى من خلالها إلى استكمال كل استعداداتنا العام الدراسي القادم. استمعت إلى شرح من الأخوة مدير عام المنطقة العاصمة التعليمية بالإنابة الأستاذة منى صلال والأخوة مدراء الإدارات والمراقبين في العاصمة التعليمية. سمعنا إلى تقرير كامل، والأمانة أنا أعطيت هذا التقرير اللي سلم لي، أعطيته العلاقات العامة ليوزع عليكم جميعا لكي تعرفون تماما ما هي الاستعدادات والجهد الكبير الذي يبذل، وما هي أيضا بعض
المعوقات أو المشاكل التي نسعى إلى معالجتها في الفترة المتبقية، لنأمن أو لنضمن إن شاء الله انطلاقة عام دراسي سلس وسليم إن شاء الله ومتكامل من جميع الاستعدادات. نحترم الأحكام القضائية ونحترم ما يصدر من السلطة القضائية، واستجابة لهذا الحكم أمس ناقشنا في مجلس الوكلاء صدور قرار بإلغاء القرار الذي صدر بفصل الطالب، تنفيذ مباشر لحكم المحكمة، ولكن تبقى لوزارة التربية أيضا مرياتها التربوية والفنية ستدرس، ومثل ما احنا قلنا ونكرر دائما لن نتردد في اتخاذ أي قرار لمصلحة التربية أو لمصلحة منظومتنا التربوية والتعليمية. في الشأن المحلي أيضا، أعلنت وزارة الداخلية إعداد خطة متكاملة للعام الدراسي الجديد تراعي كثافة الحركة المرورية على الطرقات. وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي أن الخطة ستحدث نوعا من الانفراجة لمنع التكدس المروري وفك الازدحامات والاختناقات التي تحدث كل عام خاصة في الطرق وتقاطعات وأماكن تواجد المدارس. ودعا اللواء العلي جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة التعاون مع أجهزة المرور لتسهيل الحركة المرورية والالتزام بقواعد وأداب وسلوكيات الطريق وعدم ارتكاب ما يعيق الحركة المرورية والتقيد بحدود السرعة وعدم تجاوز الإشارة الضوئية أو إعاقة السير بمختلف الأساليب، متمني للجميع الأمن والسلامة على الطريق. في موضوع آخر، أبدت الأمانة العامة لمجلس الأمة اهتمامها الكبير في موضوع استطلاع آراء المواطنين بشأن الأولويات المطلوب إنجازها من مجلس الأمة، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مطلع الأسبوع الجاري. وقال الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الأمة سليمان سبيعي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم أن هذا الاهتمام يأتي بناء على تكليف رئيس مجلس الأمة بعمل هذا الاستطلاع عن طريق إجراء استبيان لقياس اتجاهات الرأي العام وربط تلك الاتجاهات مع الأولويات التشريعية، مضيفا أن القطاع يعكف عاليا على الإعداد والتجهيز لهذا الموضوع بكل جوانبه بسرعة الممكنة تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الأمة. ولتسليط الضوء حول موضوع استطلاع آراء المواطنين بشأن الأولويات المطلوبة من مجلس الأمة، ينضم معنا عبر الهاتف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة لمجلس الأمة الأستاذ سليمان سبيعي. مساء الخير أستاذ سليمان، بداية ما هي الآلية التي سيتم من خلالها استطلاع آراء المواطنين بشأن الأولويات أولا المطلوب إنجازها من مجلس الأمة؟ الله يمسك بالخير أستاذ المشاهدين. بداية موضوع الأولويات ليس بالموضوع الجديد على الأمانة العامة، احنا سبق أن هدينا أكثر من استطلاع رأي السابق، وهذا يمكن ترتيبه السابع لم يكن سابق. الموضوع هو نعم تفضل الموضوع. ألو تفضل أنت على الهواء تفضل. نعم الموضوع هو ليس بالجديد علينا في الأمانة كما ذكرت. نعم معك. نعم، فقد عملنا بالسابق أكثر من استطلاع رأي، لكن ما يميز هذا الاستطلاع أن بالسابق كان عملناه بمبادرة من الأمانة العامة، أما الآن بتكليف من السيد رئيس المجلس شخصيا. نعم. الاعتبار أن هذا الموضوع موضوع حساس جدا، مطلوب منا أن معرفة أولويات المواطن لربطها في أولويات. لكن أستاذ سليمان، هل ستوكل هذه المهمة إلى جهة أو مؤسسة متخصصة ببحوث الرأي العام؟ نعم، إحنا راح ننطلق في عدة محاور، راح تكون عن طريق القطاع الخاص، إشراك القطاع الخاص، مكاتب استشارية. نعم. وعن طريق الموظفين الأمانة. السؤال الآخر أيضا، كيف ستنعكس نتائج هذا الاستطلاع برأيكم على عمل مجلس الأمة من خلال وظيفته الأساسية في التشريع والرقابة على أداء الحكومة؟ طبعا لا شك ان باخذ النتائج استطلاع اراء المواطنين راح يتم تقديمها الى الساده، الى السيد رئيس المجلس والساده اعضاء مكتب المجلس، وهم دورهم راح بالاتفاق مع الحكومه راح يعاد برمجه الاولويات حسب توجهات واستطلاع الاراء الناخبين. الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب في مجلس الأمة الأستاذ سليمان سبيعي، شكرا جزيلا لك.
مليونان ونصف المليون دولار هي قيمة المساعدات العاجلة التي قررت دولة الكويت إرسالها إلى الأشقاء في السودان للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان وخلفت ضحايا وخسائر مادية وتشريد آلاف العائلات السودانية. أكثرها هي أيادي الكويت البيضاء التي امتدت إلى بقاع شتى في العالم لتلملم جروح الكثيرين وتخفف من معاناة المنكوبين، وها هي اليوم تمتد إلى جمهورية السودان لرفع المعاناة التي يعيشها المنكوبون جراء السيول والأمطار الغزيرة. أمر من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بإرسال مساعدات عاجلة وتبرع مليونين ونصف دولار للمتضررين من نتيجة السيول والأمطار اللي حصلت في السودان، وهذا التبرع طبعا ليس بغريب على صاحب السمو أو نائب الأمير سمو ولي العهد والحكومة الكويتية، والشعب الكويتي أمانة دائما يقف أمام الشعوب العالم في أي كارثة تجد. فطبعا أشقائنا وإخواننا في السودان تضرروا أعداد كبيرة من هذه الأمطار والسيول. جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي من تترجم تعاطف قيادة الكويت وشعبها مع ضحايا الكارثة من خلال الجهود الحثيثة التي يبذلها متطوعو الهلال بالتعاون مع العديد من الجهات. بدأنا الاتصال أيضا بالهلال الأحمر السوداني بحيث أن جمعنا كل هذه المعلومات عن الكارثة وأعداد المتضررين والاحتياجات أيضا، وبدأنا من الآن يعني تجهيز لبداية انطلاقة المساعدات وجسر المساعدات لإخواننا المتضررين من الشعب السوداني. وشبابنا المتطوعين مدربين لإدارة الكوارث وأعدادهم ما شاء الله أعداد كبيرة، دائما يتواجدون في مكان الحدث يقومون بتوزيع المساعدات بأيديهم للمتضررين، وفعلا وجدنا فيها لها أثر طيب يعني من الناحية النفسية والمعنوية، وكذلك إشراف على مساعدات الكويتية اللي تصل بأيدي شباب كويتيين للمتضررين في أي كارثة من الكوارث. رسالة إنسانية توجهها جمعية الهلال الأحمر لأهل الخير لجمع التبرعات وتقديم المساعدات الإنسانية لتبقى الكويت في صدارة العمل الخيري الإنساني. أبواب جمعية الهلال الأحمر مفتوحة أثناء فترة الدوام الرسمي اللي هي من 8:30 لغاية الساعة 2:00. طبعا التبرع مادي يكون، لأن احنا التبرعات العينية ما نستقبلها أمانة. إذن جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي تعد صرحا من صروح العمل الإنساني تواصل مدى يد العون والمساعدة للدول المنكوبة، وذلك بفتحها باب التبرع لصالح المتضررين من جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت جمهورية السودان مؤخرا. من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت. في العمل الإنساني أيضا واصلت جمعية الكويت لمساعدة الطلبة وقفية المربي المرحوم عبد الباقي النوري الكويتية توزيع المساعدات على الطلبة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة التي تعيش خصوصية فرضها عليها الاحتلال الإسرائيلي، وتمثلت تلك المساعدات بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على مئات الطلبة في ضواحي القدس. ابتسم هؤلاء الأطفال حين كشرت الدنيا لهم، أطفال قدر لهم أن يعيشوا حياة صعبة ربما لا يكاسمهم إياها أقرانهم في أصقاع الأرض، فقالوا كلاما فيه من المعاني الكثير. إحنا نشكر دولة الكويت عشانها أعطتنا شنتات وقرطاسية وكل إشي. نشكر دولة الكويت الشقيقة لدعم مدرسة كفر عقب. في ضواحي مدينة القدس المحتلة كانت مساعدات دولة الكويت تحط رحالها قبل أيام معدودات من بدء العام الدراسي، حقائب وقرطاسية خصصت للأطفال الفقراء والأيتام لتسليحهم بالعلم والمعرفة. نيابة عن الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة ووقفية المرحوم والمربي الفاضل المرحوم عبد الباقي النوري، نقوم بتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية بتبرع مشكور من الأشقاء في دولة الكويت، وهذا
بدل على تعزيز صمود قوة القوات ودعم القوات من الأشقاء في دولة الكويت، من حكومة ومن شعب ومن مؤسسات مدنية ومن أفراد الشعب، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس. نعطي هذا الجهد أهمية قصوى نظرا لخصوصية القدس، ومرة أخرى نشكر دولة الكويت الشقيق على هذا الجهد، ونتمنى أن يتواصل هذا الجهد وهذا العطاء. من جنين في شمال الضفة الغربية إلى الخليل في جنوبها يتواصل عطاء دولة الكويت التي لم تبخل يوما في دعم الفلسطينيين والذين أثلج هذا العطاء صدورهم. باسمي كمديرة المدرسة واسم الهيئة التدريسية واسم طلاب كفر عقاب واسم أهل كفر عقب كلياتهم، نشكر الجمعية الكويتية على دعمها للمدرسة ولطلاب القدس بتقديم حقائب مدرسية وقرطاسية. نشكركم كثير لدعم الجمعية الكويتية لمساعدة طلابنا في منطقة القدس، وإحنا يعني بنتمنى وبنأمل منكم كمان لدعم، إنه كل طالب فلسطيني بحاجة لدعم حقائب وقرطاسية مدرسية وغير هيك كمان، مش بس كل طالب فقير، إحنا يعني بحاجة لكل طالب فلسطيني. وكما الحكومة والشعب الكويتيان تتزاحم المساعدات من مؤسسات مدنية كويتية كالجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة ووقفية المربي المرحوم عبد الباقي النوري وغيرهما الكثير. وبقدر معاول الاحتلال التي تعيث فسادا في مدينة القدس، بقدر الدعم الذي يعزز صمود المقدسيين والمقدم من قبل دولة الكويت مما يجسر المسافات البعيدة ويروي الحكاية من البداية. من بلدة كفر عقب، نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، القدس المحتلة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي معتوق سعيد المعتوق عن عمر يناهز 88 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله محمد علي أشكناني عن عمر يناهز 85. انتقل إلى رحمة الله تعالى جحيل طعمة صالح الخالدي عن عمر يناهز 67 وسيوارى جثمانه الثرى 9 صباح غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد رمضان حاجي عبد الرحمن الطباخ عن عمر يناهز 66 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عبد اللطيف محمد عن عمر يناهز 60 وسيوارى جثمانه الثرى 9 صباح غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى طلال طارق محمد الرخيص عن عمر يناهز 30 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى سارة فالح ذيب الهاجري زوجة سالم فهم الهاجري عن عمر يناهز 82 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر غد بمقبرة صبحا. إن لله وإن إليه راجعون.